خلينا نستعرض البطولات الأفريقية أو الأندية اللي فازت بالبطولة الأفريقية للكرة الطائرة سيدات. هنبدأ من سنة 86. أول بطولة 86 بيفوز بيها الأفريقي التونسي، 87 الأفريقي التونسي، و88 89 أيضا الأفريقي التونسي، أربع بطولات متتالية. بيبدأ الأهلي المصري مشواره مع البطولة الأفريقية اللي هو متربع عليها وبتسع ألقاب سنة 90. أول بطولة الأهلي المصري بيفوز بيها. الأنابيب الكيني 91، 92 الأنابيب الكيني، بجاية الجزائري في 97، من 93 ل 96 البطولة وقفت ما اتلعبتش وبدأناها تاني. رجعنا تاني 98 الأنابيب الكيني ورجع الأهلي المصري يستعيد الصدارة والمقدمة. 99 2000 الأهلي، 2001 الأنابيب الكيني، 2002 الأنابيب الكيني الأهلي المصري، 2003 الأنابيب الكيني، 2004 2005 ايضا الانابيب الكيني، 2006 البنك التجاري الكيني، كانت الفاينل مع النادي الاهلي وقدر يكسب النادي الاهلي في البطوله دي 3-0. الاهلي المصري تاني مره بيرجع في 2007 السجون الكيني، 2008 الاهلي، 2009 السجون الكيني، 2010 السجون الكيني، 2011 و2012 السجون الكيني، اربع بطولات ورا بعض لغايه 2013 السجون الكيني. المجمع البترول الجزائري في 2014 والاهلي المصري بطولتين ورا بعض 2015 و2016. قرطاج التونسي 2017 ويستعيد مره اخرى الاهلي اللقب في 2018 على ارض النادي الاهلي. زي ما احنا شايفين قدامنا النادي الاهلي هو اللي متزعم الالقاب. هنروح لالقاب النادي الاهلي والسجل التجاري، السجل الابطال افريقيا، دول 29 بطوله ودي البطوله 30. الاهلي 9 القاب من 29، الانابيب الكيني 7، السجون الكيني 5، الافريقي التونسي 4، بجاية الجزائري 1، البنك التجاري الكيني 1، مرديه الجزائر 1، قرطاج التونسي 1. فرقتين بس من الحاملين اللقب مش موجودين معانا، مش موجودين معانا بجاية من الجزائر والافريقي التونسي، وبقيه الفرق الحاملين اللقب موجودين معانا هنا قدامنا، معانا جوه بطوله الرقم 30.